انت بقى اللي نفسك ده انا هقطعك واشفيك. ارمي الخروفين في التلاجة. يلا كنت تقولي ان ابوها جزار يا عم؟ يعني اللي ابوها جزار بتتختم يا معلم؟ احنا غلطنا بس يعني رد الفعل ده مش عاطفي. عاطفي ليه؟ شايفني ببيع الورد في الفرنتاين. نهارك جملي وليلتك مفرومه بالصلاه على النبي. نولي السطوره بتولي يا معلم. سؤال بعد اذنك لو سمحت، هل ممكن بعد ما تضربونا تدونا كيلو لحمه ضاني؟ اوي من عينيا. ماشيها مخاصي. لا انا ابني ما يضربش، انا بس اللي لطش له. هم فاكرين نفسهم ايه عشان هم جزارين نبقى احنا فريسه؟ لا يا حبايبي لا، ده احنا لحمنا اغلى بكتير قوي من المفتكر المعفن اللي بيبيعوه. ولا لحمنا غالي ولا يا واد كده رخص خلاص. اهدي بس يا طارق، خناقه على الناس دي عمره ما يجيب نتيجه. لا يا حبيبتي لا، انا دمي بيفور كل ما افتكر ان الواد كانوا بيضربوه بيلطشوه. سيد ده انا بس اللي لطش له، ده واد حساس ومتربي ما بيحبش الاقلام، مش زي الشحط ده. خلاص سيبوها، انزلق انزلق اللي بتوعك مفتك الميت يا ام قلب ميت. بس المشاكل ما تتحلش بالطريقه دي، عمر الخناق ما بيجيب نتيجه. وبعدين يا ابني انت ضربت سمعه البنت في مقتل. نفترض ان هي نازله تجيب علبه صلصه او كيلو مكرونه مقصوصه من عند البقال، وطلع لها واحد قاطل عن العمل وقال لها نفسي يعني انت كان المفروض تبقى الطف من كده، تغني لها مثلا تخنوه، فاتك نص عمرك اللي ما شفته مصر، اكدب عليك اكدب عليك تيران، اكدب عليك 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 اكدب عليك. مسميني نفسه قال سيد العاطفي، وطبعا اداره الاكاديميه ولا هي هنا، وده ما يرضيش حضرتك. صدقيني شبابنا في خطر، وده بيحط تحريض للشباب على المسخره وقله القيمه. انت قاضي اللي قلت البيت بتاعتي تكرفني وتديني على دماغي؟ اعوذ بالله يا باشا، ده انا لا عشت ولا كنت. امال مين؟ انت قاضي؟ العفو يا باشا، العفو، ده انا حتى اخرس. امبارح قريت جواب من اللي كاتبهم، ما عرفتش انام طول الليل، جسمي اشعر من الكلام اللي زي الرصاص. اتفضلي حضرتك جميل.
تأكد إن أنا هكون في منتهى الحزم والقسوة. يا عم احنا من زقفة الليات. ايه؟ انت اللي اسمك السيد العاطفي؟ ده شكل عاطفي يا باشا، هو العاطفي اللي بتدوروا عليه. انت عايز منه ايه؟ معاك اذن نيابة؟ ليه؟ احنا داخلين شقة؟ انت معايا بيتك ولا ايه؟ خدوه على البوكس. تيجي فين يا باشا؟ دي مالهاش دعوة. امشي انت يا داليا. قصدي يا شاطرة، يا اللي مالكيش اسم، معرفهاش. هاتوه على البوكس. شفتوا بقى آخرة الحب ايه؟ عشان تعرفوا بس. دادي يوماس تصيف سيد، او النبي يوماس تصيف سيد يبارك لك يا صلاح بيه. الواد ده لا يطاق، انا هتدخل في الموضوع وانقذه عشان خاطر المرحومه هو بس. ابن اصول والله. الله، مين الحلوه الاموره دي؟ ما تعرفوني بيها؟ دي داليا بنت عم يوسف جارنا، ده هي اللي جريت وبلغتني والنبي. الله، بنت عم يوسف، الله كبرت ليه كده بنت؟ متشكره يا باشا، بس يا ريت الحق سيد. رجالة سعادتك يا سعادة الباشا عايزين تردوها هي وابوها من البيت. طبعا راجل طيب زيك وامير وفل هنا وبفته بيضه، ما رضكش تعمل فيهم كده؟ لا يرضيني ازاي؟ باربي خدي طنط حنفيه على الاسم مع المستشار القانوني ويحل الموضوع هناك. يلا ده العشم برضو يا امير يا ابن القمر. انا هقعد مع الانسه عشان ادرس الموضوع كويس. كمان كمان I tell you something sweet, but please please understand me. طب بلاش بقى فرنساوي، كلميني انجليزي عشان افهمك. اوكي. جيهان جيهان، في ايه تاني يا سيد؟ في ايه تاني؟ لسه خارج من الحجز عليك يا عادل وتقولي في ايه تاني؟ طب كويس والله ان انت مش جاي لي هربان من السجن وجايب لي مصيبه جديده. مش كفايه اللي حصل لي في بيتنا بسببك والموبايل اللي خدوه مني؟ موبايل ايه يا جيجي بس؟ ما انت عارفه ان انا ما اقصدش، وكمان عارفه اني بحبك وبحبك اكتر من اي حد في الدنيا دي. تقوم تفضحني كده يا سيد؟ افضحك ايه بس بقى؟ ما انت بصراحه اشتغلتيني في حوار كده مش حلو، وقلت لي ابوكي رجل اعمال وطلع جزار. عندك لو سمحت، انا لسه عندي كلمتي. انا فعلا بابايا رجل اعمال، بس رجل اعمال متخصص في الثروه الحيوانيه. انت مكسوفه تقولي جزار؟ هو حد طايل يا بنتي؟ على الاقل بيبيع اغلى سلع في البلد. يا سلام يا اخويا، وانت بقى وكلامك عن امك. وبالاخر ماما طلعت تاكس. تاكس؟ انت شرشحي لي جان في الشارع ولا ايه؟ انا فيه اللي مكفيني يا سيد، وكمان كفايه المعامله اللي بيعاملوهاني في البيت. وبصراحه كده بقى انا متقدم لي عريس. عريس؟ يعني ايه؟ يعني جاهز وعنده شقه وفارشها وابن خالتي، وما اقدرش اقول حاجه. طب وانا؟ انت ايه؟ انت تشد حيلك ويا ريت تيجي تتقدم لي من بكره. اتقدم لك؟ انت بتهيسي ولا ايه؟ هو في شاب في ظروفي ولسه في الجامعه وينفع يتقدم ولا يتجوز ولا يفرح حتى؟ بس عامه خلاص انا صالحت مع عمي وهشتغل عنده، والظروف خلاص هتتحل، اصبري عليها شويه. طب انت لو مكاني تعمل ايه؟ الظروف اللي انا فيها في البيت دلوقتي ما تسمحليش ابدا اقول لهم لا. وبالمناسبه انا جبت لك الجوابات اللي انت كاتب لي فيها الشعر، اتفضل خد انشرها في حته ممكن تنفع. انشرها؟ انا يا بنت جايب لي غسيل؟ ترى يا سعد انت بتزعلي كده ليه؟ انا ما وعدتكش بحاجه. يا سلام، ما تقولي لي خلينا اخوات احسن. هو انت اصلا عندك شك ان احنا اخوات؟ انا اول مره اشوف واحده ست محجبه وكبيره في السن ولابسه تريننج. لعلمك انا مش كبيره ولا حاجه، هي بس خدمه العجل وطبات الشوارع وعشره الميكانيكيه هي اللي بتشيل الهم. انا اسف اذا كان سؤالي ده يا حضرتك. بص انا هقول لك على حاجه، طالما ما سالتنيش عندك كام سنه عشان عيب تخش بالك ان انا عندي 30 سنه، وطالما ما سالتنيش انت اهلاويه ولا زملكاويه عشان طبيعي ان الانسان لازم يبقى اهلاوي، وما سالتيش انت ارمله ولا متجوزه عشان خاطر ما تفكرنيش بالمرحوم. غير كده اسال في اي حاجه. انت بتسال في ايه بقى؟ نسيت التريننج. بص عشان ساعات يركب معايا زباين ولاد الخيشه صراحه. لا مش زي حضرتك طبعا، الواحد فيهم يبص في وشي يقول انت اتراكتيف يعني مسلسله. اي واحده خواجايه ما عرفت ابو راي الله يحرقه. شافتني فين دي؟ ده انا كنت زمان خارجه من تحت ايدين خرات البنات يا اختي، كنت فظيعه فظيعه فظيعه. كان السمنت الكوع دي بيضه مرمر. ده انا ورا واحد جاري بص عليا كده، طبعا شركوفيرته بس على اخر سور بقى، اخر حته في الحمل كده عشان ما اخبطش بالسور وكده. قام بص كده شاف السمانه كوبايه الشاي كانت في ايده مغليه، وقعت الله اكبر على بتاع الفحم اللي تحت اتحرق. الله يجازي الزمن، ده انا كنت مستتته والله. انا كنت نايم قوم قالوا لي اصحي اصحي انت بقيتي مرات شهيد. قلت لهم الله مرات شهيد ازاي؟ واحنا مش بالسلام، احنا بدينا بالسلام، ردت الدنيا علينا بالسلام. يا سلام يا سلام. قالوا لي معلش اصل اسرائيل غلطت ومصحيها فينا المره دي. الله يرحمها،
بيحب الخدمة في سينا قوي. هو راجع بقى من نوبة كان يجيب لي شامبو بلسم اتنين في واحد وحاجات كتيرة وكده يعني. قلت له اوعك بقى تكون اسرائيل. قال لي اسرائيل انت ولا ايه؟ هو انت اتجننتي؟ انت دخل باتي بتاع اسرائيل اتهمتي ولا ايه؟ الله يرحمه بقى. انا ما حكيتلكش على الواد سيد. سيد ده بقى اللي جه على شوقه. واد زي العسل. بس كان نفسه يطلع لعيب كوره، الواد مخه مركب شمال عايز يطلع شاعر. اصل ابوه كان شاعر، كان بيحب الشعر قوي. بس كان بيكتب شعر زي الزفت، كان شعر وحش قوي. انا كنت اقول له الله ده انت شاعرك جميل. انت عارف يعني الرجاله مخها ضيقه. تمام؟ يوه بقى ده باين انه مات. هيعطلنا بقى مشوار مشرحه وبوليس ومواضيع. يلا الله يرحمه، كان حشر ورغاي قوي. حسبي الله ونعم الوكيل. رب العصار. انا عبد المأمور يا حاج، لو انت عندك محامي يا حاج انت تقدر تتظلم. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص يا عم يوسف، حقه حقك عند ربنا. يلا حبيبتي هاتي حبيبكم انتوا تعالي على جوه. وانت ذنبك ايه بس يا طنط؟ احنا هنتصرف. تتصرفوا في ايه؟ ده انتوا هتنورونا لغايه الغمه دي ما تنزاح، ولا ان شاء الله حتى عنها ما انزاحت احسن اقعدوا معانا ولا. ما تقلقش يابا، انا هشتغل واساعد وهنقف على رجلينا من تاني، ما تقلقش. ماشي اخرك الفرجه على المسلسلات، رجلينا ايه اللي هنقف عليه؟ يلا يلا، ده هيبقى لب وسوداني وسقع وسخن اللاتي قدام التلفزيون وهتبقى عسل. يلا يلا. يا جنور يا جنوش. اما اما ايه ده؟ يا سيد في ايه مالك؟ انتوا اللي جابكوا دلوقتي؟ يظهر اننا جينا في وقت غير مناسب. اخر حاجه كنت اتوقعها امي وعم يوسف. انا طول عمري ما بستريحش للراجل ده، وكنت حاسس ان نهايته هتبقى على ايدي. ده قلبي يا زهر. الله وليكوا عيب تضحكوا للدرجات الخطيئه غيرتكم. عملنا لك ايه عشان تبرمغي شرفته في الواحد؟ انا مش قايله لك من ساعه استر نفسك؟ اجل وكمان بقاله ساعه قالع. انا قلت لك خليك كلام السكك تتكلم علينا. وكمان بتضربيني بالقلم؟ انتي ظلمة. ايوه ظلمة ظلمة. وناقص تقول لك ان عم يوسف يبقى باباك. لا. مين سيد؟ الحمد لله على السلامة. استغفر الله العظيم، هي حصلت لي كده؟ ايه ياما، انت اجرت شقة مفروشة ولا ايه؟ عدل. ايه يا باربي؟ حرام عليكي، انا مش ممهد. ابي مهديني الاول عشان اشوف النيو لوك اللي فوق راسك ده. واي داد اتس سو كيوت. اسكتي اسكتي يا باربي. قولي لي عملت ايه مع الفندق السياحي؟ التور بتاعهم جاهز يا داد، هوديهم مدينه الاسكندريه، مدينه الاقصر، مدينه اسوان، مدينه الانتاج الاعلامي. مالك في ايه؟ مالك في بيتك؟ جبتي لي ضغط عالي وواطي مع بعض. بقول لك ايه؟ قولي لابن عمك سيد يجي لي فورا. انا خلاص قولي له بابا سامحك. هسامحه عشان انا حاسس ان انا ظلمته. وهعينه ورقيه واخليه مرشد يطلع مع الفوق السياحي على مزارعنا هناك. ويجيب معاه الواد الواد ده الهيلف ده اللي اسمه ابو عايده. ابو رامي ده. رامي عايده الاثنين عوانس. مركز في الكتابة. كتابة ايه انت مركز في الكآبة؟ يا عم تيجي تلعب معانا صلح، هنلعب انا وانت وباربي. انت طبعا. لا مش انا. يبقى انت طبعا. طب تاني وانا هعرف مين. تعال ظروفها كف انت سريع. حاضر يا براوي اهو انا جاي اهو. اكيد انت. لا يبقى انت. امال مين بس؟ What are you doing يا براوي؟ This is a Egyptian game يا خواجة. His name is صلح. Is it a funny game? Funny, it's very funny. Come to play with us. Why don't we have a game like this in Israel? Israel?
إسرائيل. وين انت شايله ده؟ صورة. الحكومة منعت الصور ولا ايه؟ ولا انت هتتصابط؟ امشي بدل ما تلطش له. تلطش لمين يا عم انت؟ بقول لك ايه؟ انا دارس قانون كويس وعارف انك ما تعرفش تمشيني من هنا اساسا. عمليات عمليات. المظاهره دي عشان ايه يا بنتي؟ عشان الاسرائيليين والنصايب اللي عاملينها فينا يا حاج. يا خساره، ده انا بفتكرها عشان المعاشات، اصلهم مغلبيننا يا بنتي. كله منفذ على بعضه يا حاج، خليكي معانا. جاهزه تصوير؟ كده شويه كده شويه. ايوه. وقد أثار مقام به الشاب سيد الجمال جدلا كبيرا في مصر، وفي الوقت ذاته لم تعطي السلطات أي قرارات في طلبات الاحتجاج التي قدمها السفير الإسرائيلي. أخ سيد، إيه اللي دفعك للي أنت عملته؟ أنا برفض إننا نسلم أرضنا لناس كان منفاح المهم ياخدوا حبة رمل منها واستشهد من ولادنا آلاف عشان ما حققوش الحلم ده. أنا شايف حضرتك عايز تقول حاجة في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله أنا عايز أقول إن أنا بحب الأستاذ عمرو موسى وبكره إسرائيل زي ما قال الأديب شعبان عبد الرحيم. تمام يا فندم، تعليمات سيادتك يا فندم. سيبوه يقرفهم شوية وبعدين نصرفوه بالحزن. أيها الإخوة الطلاب، إن جامعة القاهرة مصنع الرجال وقلعة الحركة الطلابية التي قدمت لمصر الشهيد جواد حسني والشهيد عبد الحكم الجرحي شهيد العلم. الله، من فين سيد؟ مالكش دعوة. شكرا يا دكتور. عمرك جميل، ربنا يوفقك. ايه يا بنتي ده؟ لو اتأخرت شوية ما كنتش هتطلعوه شهادة تكريم، كانت هتبقى شهادة وفاء. إنه البطل سيد الجمال، فلنحييه جميعا. يثبت أنه كل ما ظن قادة الاستكبار والهيمنة أن هذه الأمة ستموت وأن صوت أبناء مصر سوف يخرس، تثبتون لهم أن صوتكم سيظل عاليا وأن هذه الأمة لن تموت لن تموت لن تموت. ومن خلفه أخلفكم. خلي الرجل ده شوية اللي متحبس. خايف أبو ولا إيه؟ خايف إيه بس؟ أنا خايف عليه لأن الكل اللي جاي. ولا سوف نرفع علم العروبة عاليا إلى النجوم إلى النجوم إلى النجوم إلى النجوم. فليبقى كل في مكانه. سيد علمكم العزة، سيد علمكم الكرامة. إذا مات سيد فكلنا سيد، إذا اعتقلوا سيد فكلنا سيد. سيد في وجداننا. أهلا يا بطل، أهلا يا همام. أبناء الطلبة، جئت إليكم ساعيا كي نحتفل سويا بتلميذ من تلامذتي، بل ابن من أبنائي، ولكنه اليوم أستاذ من أساتذتي. إنه سيد جمال، سيد حقا، إنه سيد، سيد بعطائه الوطن المستمر، سيد بأيديه البيضاء الممدودة. فلنحيي جميعا سيد، ولكن
أقول لكم نحن من نسيج هذا الشعب مهما حدث، نشعر بآلامكم، نحس أحلامكم وأطراحكم. أهلا يا ابن مصر، أهلا يا ابن مصر. ابتسم ابتسم. بقول لك ايه، انا نازل الانتخابات، عايزك تساعدني بقيت بطل شعبي يا ابن الرفضي. انا قلت للمجتمع الدولي كله لو العرب كلهم سلموا، سيد ومسيد مش هيسلموا. ليه؟ لان سيد وامه دول حاجه تانية خالص. كلكم عارفين مواقفي انا. اول من قلت لا للمدرب الاجنبي ونعم للمدرب المصري. مش عايزين نفتق بقى لبعضينا ونجيب بقى سيره هولمان بقى وكرول وتسوبل بقى والعلم اللي هربت واللي خلعت بالشرط الجزائي. مش عايزين نقلب المواجع. تناسى يا مسيد، كابتن هيدوكوتي ده كان مدرب 10 على 10. هو هيدوكوتي ده كان بيدرب فرقه فيها مين؟ فيها محمود الخطيب ومصطفى يونس ومصطفى عبد وجمال عبد العظيم وماهر همام وصفوت عبد الحليم، ده غير الفراوده اللي قاعدين على الدكه، وزود عليهم اكرامي وثابت البطل الله يرحمه. هتوزع ماشيه في الشارع تدرب فرقه زي دي تجيب بيها كاس العالم. انا ماليش علاقه بيه يا باشا. يعني ايه مالكش علاقه بيه؟ طيب وبنتك اللي دايره وراك كل حته هتسيب شغلنا يا صلاح ونربي لك حتة؟ كل ده مش حلو عشانك، هنرجعك تشحن تاني. لا يا باشا، أنا تحت أمرك اللي تؤمر بيه يا باشا. أوكي يا باشا، مع السلامة يا باشا. رفعت، الشقة بتاعت المسيد إيه وضعها القانوني؟